أنا مزقلتي عبد الكريم مزداد 1952 كان خدم في هذه الحلوى هذه 41 سنة وأنا كان خدم في هذا الشيء الحلويات. دابا ملي كبرت ما بقيتش كنخدم في هذا بقيت كنخدم غير الورقة كنخدمها في رمضان ما بين رمضان كنخدم غير شي واحد طلب لي شي كيلو جوج كيلو ما كيكونش عندي خدمة بلا رمضان يعني بلا رمضان كنستعن على المصروف ديالي البيت واحد البنت كتصيفط لي شي بركة من كاينة في رمضان بنتي. وعلاش ما بقيتيش دير داك الشيء ديال رمضان اللي كنعرف لك انا شخصيا بالشباكية والبريوات؟ ما بقاش عندي استطاعه باش نخدمهم. كانوا البنات كيعاونوني كيخدموا معايا البنات الله يسهل على بنات المسلمين كاملين البنات تزوجوا المراه مسكينه مرضات الله يشافي جميع مرضى المسلمين. بقيت بحدي ما عنديش اللي غادي يعاونني. دابا في هاد الايامات ديال رمضان كتعاونني واحد البنت هنا كتعبر معايا وكدير معايا داكشي وتسربي لي الناس صافي هادشي اللي كاين. شحال تقريبا ديال كيلو الورقه اللي كتبيع؟ كان ما بين 30 و 40 كيلو في النهار في هاد 6 ايام الاولى ديال رمضان قبل رمضان وداخل رمضان. الشيء الاخر كنبقى نبيع 10 كيلو 15 يعني بعباره اخرى يلاه في رمضان اللي كتحل هنا من بعد صافي ما بلا رمضان كان رانا جالس في بيتي. الا جا شي واحد عيط عليا كتكون عندي واحد الشيء العجينه في الثلاجه كنصاوب له بغى شي واحد شي بركه الورقه داكشي اللي بغى يقلي ليا كثير. كان شي واحد عنده شي مناسبه كيعيط عليا كنوجد له الورقه ديالو خلاص. هذيك الا كان شي مناسبه مثلا عرس ولا عقيقه ولا شي حاجه ديك الساعه كاين بعض الناس اللي كيديو بزاف الورقه كاين بعض الناس اللي كيديو حتى 20 كيلو. انت بسبب كنت كدير شنو هما زعما الشهيوات اللي كانوا معروفين في الحجم من زمان وما بقاو شيء شي شوية اللي كنتو كديرو ولكن دابا نقرضو مابقاش كيديرو. لا دابا الشباكية ديال شحال هادي شباكية كبيرة شباكية هذا مابقى كيديرها حتى ولا كلشي عصري. أنا كندير داكشي القديم مابقيتش كندير أنا داكشي القديم. البنات كانوا كيديرو داكشي عصري زوين ولكن أنا كنت كندير داكشي الآخر القديم. كانت الشباكية كبيرة مخلطة بجميع الأنواع ديالها. كان الحبيب الله يرحمه كان العربي الله يرحمه هذو هما الناس اللي كانوا الأولين في الحجم معروفين اللي عرفت أنا. وكان عليهم الإقبال على الحلوى؟ كان عليهم الإقبال. هذاك اللي كنت خدام معاه أنا هو اللي كان مشهور فاش بديت نخدم معاه أنا كان هو اللي مشهور في الحجم. سميتو أحمد الهلال أحمد مات الله يرحمه. مات هذه واحد الشهرين وهادشي هادشي كيدير كتصوب هادشي؟ العجينة كندير الماء والطحين وشوية الزيت صافي. والشي الآخر أنت كتشوف كيفاش كدار. وهاد القضية دابا أي واحد قدير حتى دابا نبدي يديه معاك هكاك وغيدوز على من الفوق ونجبد الورقة. تقدر ولكن غتحرق. إذا كنشكرك السي عبد الكريم ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك جزاكم الله خير. السلام عليكم، معكم شيماء السويدي. كنجي ناخذ الورقة من هذه البلاصة حيت كنفضلها بزاف وكتعجبني في الخدمة. ما كتقطعليش بالخصوص فاش كنكون كنخدم المحنشة ولا البريوات ولا أي حاجة. راكم عارفين الورقة علاش كتستعمل وكنفضلها بزاف. إذا أنت كتخدمي شي بيدك؟ كنقرا وكيعطيوني كنقرا في واحد البلاصه ديال الطبخ. شنو البلاصه؟ في واحد النادي. كيقراو النادي النسوي. واه كنقرا في النادي النسوي ديال فبا. هما كيعطيونا الدروس، السيده اللي كتقرينا كتعطينا الدرس وحنا كنطبقوا بيدينا وهي كتعاوننا وهي اللي نصحتنا باش ناخذوا الورقه من هذه البلاصه. وجربنا حتى الورقه اللي لتحت لقينا هذه هي اللي احسن. انت بصفتك شابه شنو هو التغيير اللي وقع في الشهوات ديال الحجم اللي كتعقلي انت ملي كنت صغيره؟ شنو كيحطوا في الطبله في رمضان؟ شحال هادي كانوا كيتحطوا مثلا اغلبيه غير الحوايج ديال الزنقه. ندوي على دارنا حيتاش الوالده كتعرف دير بزاف د الحوايج زوينين ولكن كاين شي حوايج ما كتعرفهمش كانت كتشريهم من الزنقه. منين دخلت انا للطبخ هذا العام هذا لقيت من الاحسن الواحد يتعلم ويصاوب الحوايج بيديه.
حيت شحال هذه كانوا الشباكيه اللي كنشريو من الزنقه كتكون كبيره كتكون ما طايباش كتكون ماشي طبيعيه. البريوات حتى هما كيكونوا ماشي ما كنعرفوش شنو كيديروا فيهم. ومن الاحسن الواحد يصاوب كل شيء بيديه.